من تناخيك نحسك الدهب في ايدك بقى انتهاز. يا عطمتي سواد اسمتي يالا. سواد اسمتك انت ولا سواد بختنا؟ يا لخور الفقر يا حضرت الوقوقة وديت الفلوس الدهب في العباد. والختمة الشريفة والختمة الشريفة انا طول عمري مخبيها في قعر الشنطة اللي تحت السرير. حد من جيرانك الغدر يعرف مكانها؟ ابدا. ومقام الحسين ده انا باخدها وارجعها في السر. بتاخديها فين وترجعيها فين؟ هي مرة ما فيش غيرها سلفتها الروح. روح؟ بنت الحانوتي لبستها ليلة فتحتها ورجعتها لي تاني. هو اللي بيروح للحانوتي بيرجع تاني؟ اكيد هما اللي بدلوها. وربنا شوفوا ربنا لكون دفنهم بلابيس ومن غير كفن كمان. طول بالك بس يا عبدو سلمى حرام. حرام؟ ما انا انت ايه؟ سلفتها مرة كمان لموسى برود. وموسى برود؟ مرات ابو سلمى الحلاق. بس يبقى هو اللي قرشها وربنا لقص عمره. طول بالك بس يا عبدو. سلفتيها لمين تاني؟ يا بؤجة الخيبة يا فنطاس الهبل. لاختك عدلات استلفتها مندي ولبستها لما راحت تقابل جوزها يوم خرج من السجن. الله يخرب عقلك جنب مخ تايك يا هبلة. هتيه مين دلوقتي بس يا ربي؟ هتيه مين؟ هتنقطيني بعد الشر عليك تطلعها بسترة برجليك. هنجيب منين بس تمن الدكتور اللي هيخلصنا من المصيبة اللي في بطنك؟ هتعمل ايه؟ ده شغل ستات بقى. بس والنبي والنبي يا عبد ما تزعل نفسك ولا تعكر دمك. هو احنا حن العيال دي كلها يا نواشي؟ قلت لك الدم انا هتصرف. انا خايف عليك انت يا نواشي. متخافش لسه في اولها او ما حضر لك لقمتك كلها. لا هغير هدومي الاول وبعدين نبقى نغرف وناكل براحتنا. فصلي جنيه على قدي يا ترز البنك اتغطى بيه يدفيني من برد الضنك. فصلي جنيه على قدي يا ترز البنك اتغطى بيه يدفيني من برد الضنك. ابحزق فيه ما يخلصش افرتك فيه ما